Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'uqadim al-yawm qasidatan bi'unwan al-ummi. Ummi bayna yadayka kabirtu wa fi dif'i qalbi ihtamaitu. بين ضلوعك اختبأت ومن عطائك ارتويت. أمي الحبيبة مداد القلب لن يأفي لو أكتب به لإرضائك وخفك روح لن يجري عبيرا فاح بأعطانك. أمي الغالية خلق نجر ليعانق موجة رمالي والسنور تشارك شمس لتلفا بدفنها الصحاري والبهور. توجد الفراشات دائما مع أراك الورود والزهور. شكرا. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا السماء. وانت عايز نبهه لو طريق الارض نسكن كل يوم. كل هذه الارض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا السماء. وانت عايز نبهه لو طريق لون عيسي بلا السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضلوا يا أولادي. هذه الفطائر خبزتها بنفسي قبل قليل. أنصحكم بشرائها. شكرا جزيلا لك، إنك رجل طيب. ومن قال أننا نريد فطائر قمت أنت بحفظها؟ هذا رجل كبير، لا يجوز أن تتحدث بهذا الشكل معه. هيا أهدي لي هذا النوع. حسنا يا ولدي. تذكرت، لقد جربت هذا البسكويت سابقا ولم يعجبني. لا أعرضه. سامي أرجوك أعمله باحترام، إنه رجل كبير. إن كانت طريقتي لا تعجبك فلا تعطي معي مرة أخرى. سامي انزل هذا الرجل الطيب، إنه في أمور جدك الذي تحبه ولطالما تكلمت عنه كثيرا. ألا يستحق هذا الرجل طيب الاحترام الذي هو من صفاتنا الحميدة والتي درسناها وتربينا عليها؟ الحقيقة أنني أسأت إليه. أنا أسف، أنت بفعل رجل طيب، لك مني كل الاحترام. لك قلبي أسفة، فأنت في أمر أبدي. بارك الله فيكم جميعا يا أولادي.